بسم الله الرحمن الرحيم. حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، شوط الختام في هذه اللحظات يبدأ بالانطلاق والإقلاع. انطلق شوط الختام معلنا ختام انطلاقات صباح هذا اليوم الخاصة بتأهيل الحجايج في ميدان المرموم في هذا اليوم، في هذه الانطلاقة 18 من شهر أكتوبر لعام 2012 وصباحا يوم الخميس. 3 كيلومترات التحديات والانطلاقات، بينما التواصل مشاهدي الأعزاء والمسار في أعداد هذا اليوم. نذكر بالمساء ستكون الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم الانطلاقة الأولى لسن الحجايج لهجن أصحاب السمو والشيوخ. الآن المركز الأول والانطلاقة، العربي من يحتل المركز الأول، أحمد بن محمد بن كراز المهيري الغربي. إذن المركز الثاني، نشوف المركز الثاني، هذه اللي وصل شاهين سالمين بن سالم الشامسي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث سعيد بن سلطان بن مرخان ووجود براك على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فتقدم من خلاله وتحديه وتواصله شاهين لمصبح بن محمد الرايحي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر هنا سلهود لهزاع بن حمدان بالسعدوني الدرعية تواجد في المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس، نشوف المركز السادس، نقلة إلى المركز السادس. والمركز المركز السادس اذا مثير لمبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي. والمركز التاسع او المركز نشوف المركز السابع، المركز السابع الان تداخل في هذه اللحظات، ولكن هذا اللي حامل رقم 17 شاهين احمد بن راشد الهادفي الاجتبي يحتل المركز السابع. المركز الثامن مصبح الرايحي. المركز التاسع حامل رقم 44 في هذه اللحظات مختار، تعود ملكيته لخالد. مثير ومتعب، اتعبنا متعب، ثار مثير، مثير مسيطر، مثير مسيطر. النقطة الثالثة تحسب لي بن زاهرة أو الثانية، تهانينا لمبارك بن زاهرة الخيالي على فوز مثير. المركز الثاني متعب سعيد بن راشد برقراقي المزروعي. المركز الثالث سعيد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع حمد بن سالم بن حلوكة يأتي المركز الرابع. والمركز الخامس مشاهدينا الأعزاء خالد بن المر بن حلوة ويأتي في هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. هكذا كانت النتيجة لمراكزنا المتقدمة في لقاء هذا الشوط. عموما على كل حال مشاهدينا الأعزاء، مثير هو من أثار الشوط وختم السباق في هذه اللحظات. مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيالي في توقيت زمني مقدار 4 دقائق 46 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. أما صاحب المركز الثاني هناك متعب بالفعل ما قصر حتى خط النهاية، سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي احتل ثاني المراكز في 4 دقائق 47 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما صاحب المركز الثالث في لقاء هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء براق لسعيد بن سلطان بن مرخان قطع المسافة في 4 دقائق 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية.